خلينا ننتقل لرئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان ونقول لك صباح الخير، الله يعطيكم العافية، ولو سمحت خلينا ناخذ فكرة عن حالة الطرق في المملكة. أسعد الله صباح الستي أنت وجميع أخواننا المشاهدين. بحمد الله يوم أمس يعني كان من المتوقع يكون في عندنا حالات انجماد، قامت إدارة السير بعمل خطة ونشر دورياتها على مداخل الجسور اللي كان من المتوقع أنه يصير عليها انجماد. نعم. ولكن بحمد الله صحيح. كنا متابعين أول بأول مع دورياتنا المرورية الموجودة بالميدان، ما صار عندنا أي حالات انجماد، الحركة المرور طبيعية ضمن اختصاص العاصمة عمان بالكامل. صح. أيضا شوارعنا وبحمد الله يعني كان في عندنا تساقط خفيف للأمطار الفترة الصباحية، الآن الجو صحو ضمن الاختصاص، طرقنا وشوارعنا بحمد الله بكامل قدرتها الاستيعابية سالكة أمام حركة السير. الحركة الآن خفيفة نوعا ما، يعني بعد قليل من المتوقع أنه تنشط الحركة، دورياتنا الراجلة والآلية منتشرة على المفاصل الرئيسية للحركة. أيضا تم التعامل مع عدد من المركبات الفترة الصباحية المعطلة أو المتروكة يعني على مسارب الطريق من خلال ونشات إدارة السير حتى تكون يعني شوارعنا بكامل جاهزيتها لاستقبال حركة أخواننا المواطنين بعد قليل. بفضل الله يعني جميع الطرق سالكة، لا إعاقات، لا حالات انجماد، وجاهزين للتعامل مع حركة المرور أول بأول. إذن يعني بنتمنى السلامة للجميع، أكيد يمكن تأخير الدوام حتى الساعة 10 رح يساعد معظم المواطنين أنه يوصلوا لأماكن عملهم ودراستهم بشكل سليم، ولكن دائما بنقول الابتعاد عن التتابع والابتعاد عن السرعة خاصة في مثل هذه الأجواء. كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية، شكراً.